ومشاهدينا الكرام، نختم كما العادة بالأستاذ حسين خوجلي وعموده الذي يبثه وينشره على الهواء. مرحبا بك أستاذ حسين. وعليكم السلام ورحمة الله أستاذة شاهيندا. عزيزي المشاهد، مساء الخير. نحاول مرة أخرى هذا اللقاء اليومي عبر عمود على الهواء، وأرجو أن يكون حديثا مفيدا بالانتفاع وبالانتقاد الذي نديره باحترام، ونرجو أن يكون في ميدان حسناتنا وحسناتك. فالدعوة للاختلاف لا للخلاف، ومن بعد الاختلاف إن كان هنالك اتفاق نرجو أن يكون لصالح الوطن والحرية. أنا مرة أطلقت لي مقال دعيت فيه لحركة سودانية تجمع كل السودانيين، هي عابرة، يعني فكرتها باختصار هي تجمع كل الناس، أو بالأحرى أنا عبرت عنها مرة من المرات بأنها حزب السودانيين. هي تكوين صحيح لا ينافس في انتخابات ولا يدخل في تفاصيل السياسة بمعناها اليومي الركيب والراتب، ولا يدخل في الخلافات إلا إذا اتفق الناس بعد ذلك أن تصبح تيار يتطور ببعد وسطي ومعتدل عشان تجمع كلمة السودانيين، دي حاجة تانية. لكن على حال في طرحه الأولي هو تكوين عابر للأحزاب وعابر للتكوينات الطائفية والحزبية والأيديولوجية والعقائدية والمناطقية والإثنية والقبلية، عابر لكل ده فوق كلها. هي ما مسألة رومانسية ولا يوتوبيا ولا فانتازيا، لا هي حاجة عملية. يعني الفكرة بتاعته أساسا إنه نحن بكل تياراتنا بكل أحزابنا بكل قبائلنا بكل مناطقنا لأننا أنا حاجة تجمعنا أدنى من الوطن شوية، في برنامج في اتفاق في حاجة على الحد الأدنى وميثاق على الحد الأدنى. والفكرة باختصار إنه إحنا عندنا مجموعة من الثوابت كلنا بنتفق عليها وكلنا محتاجين لها، والأزمات اللي فيها لا تفرق بيننا. يعني ما يعني أنا زي ما بقول لهم، أقول لهم الصف بتاع الخبز الطويل جداً، المخابز المقفلة، المزارع العقيمة وكذا، دي ضرر علينا كلنا، ضرر علينا كلنا. الملاريا والبعوضة في كل حفرة فاغرة فمها بالاتساخ وبدون رش بدون كذا، دي البعوضة فيها الأنثى بتاعت الأنفليس دي مضرة لكل الناس لكل القبائل. يعني ما في قبيلة عندها حماية من البعوضة، ما في جنس عنده، ما في لون، ما في دين، ما كل الناس دي لو ضربتنا الملاريا بتضربهم بدون تمييز. لو ضربنا الجهل، يعني لو أولادنا بيلقوا مدارس ما عندها مستوى، كل أطفالنا بيطلعوا بولدة ومؤمنين وسكراب، ما بتفرق القصة دي. مستشفياتنا لو بقت منهارة وما في أطباء مدربين، ما أولادنا لو طلعوا عطالة بدون تدريب بدون مصانع بدون تنمية حقيقية، أولادنا لو ما علمناهم مكارم الأخلاق طلعوا شرامة وصحاليق وما عندهم أخلاق وكده، دي خسارات تضرب الجميع. لو بقينا عطالة ما مكتشفين بلدنا، لو ما حمينا حدودنا، دي كلها أشياء ما في زول بيختلف فيها. يعني لا في إسلامي، لا في يساري، لا في طائفي، لا في
شمالي لا في جنوبي لا ود غرب لا ود شرق لا ود وسط. ممكن يجي يقول لك والله الصحة ما دايرين أو التعليم ما دايرين ولا الأمان ما دايرين ولا الجيش القوي ما. نحن عندنا حاجات كثيرة جدا قيم وموجودات كلنا متفقين عليها. ده الحزب المحتاج له هنا الآن، الحزب المحتاج له الآن، الحزب العابر للأحزاب، الجبهة العابرة للجبهات، الطائفة العابرة للطائفات ولا الطوائف. يعني دي ده 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 حاجه موحده للناس، وده ما والناس ما بيختلفوا حوله. لو قدرنا نطور هذه التجربه واتفقنا فيما اتفقنا عليه وعفى بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، انا افتكر ان احنا كده بنعمل لنا تيار موحد. التيار الموحد ده الان في ظل الاختلافات السياسيه والانهيار الاقتصادي والتمزق والحروب والإشكالات، نحن في الوقت ده محتاجين له. أنا حاسي إنه الآن السودان على شفا حفرة من الانهيار. نحن على حدود يعني جرف هاري زي ما بقوله، ونحن واضح إننا على وشك إننا نسقط سقطة كبرى. يعني أرض بدون فلاحين، أرض بدون رعاة، مصانع واقفة، عملة متدهورة، خلاف سياسي يضرب الجميع، حروبات. يعني ما أنا لو قعدنا حسبنا الخسارات الفادحة في السودان في تكوينه الهيكلي مخيفة مخيفة. ولذلك عشان إحنا نتقي هذه الهاوية محتاجين اننا نعمل لنا تكوين يجمعنا كلنا بالحد الادنى. يا جماعه نحن محتاجين نعمل لنا جبهه عريضه ضد الجوع وضد الجهل وضد المرض وضد الخلاف وضد القتل وضد الكراهيه وضد التمزق. نحن دايرين لنا جبهه عريضه بتاعت كفايه وعدل، لانه هذه الموبقات القدة أنا استبعد ولا أزيد لا تفرق بين أحد وأحد، لا تفرق بين لوني ولون ولا قبيلة وقبيلة ولا جهة وجهة. القصة بتاعت الخلافات دي، يعني الخلافات اللي بنعمل فيها دي خلافات متخلفة، يعني أشياء لا معنى لها. ولو نحن مشينا في الاتجاه ده بتاع الحرب والكراهية والتمزق، صحيح نعمل لنا معركة، لكن تحت ما حيكون عندنا معترك. الحته ذات اللي بندير فيها المعركه ما موجوده. يعني حتجد اننا ندير لنا في خلافات ومعارك في وطن ليس موجودا، وطن لا مكان للارجل التي تدير تحته العراق. صحيح يمكن انا الفكره بتاعتي ما كتبتها بنا برؤيه تفصيليه، لكن الان الاوان اننا نتفق، ان الاوان اننا نخلي التفاصيل، خلونا نكتفي. بعدين انا داعي اقول هاي، احنا يا جماعه حسي على الجيل بتاعنا ده، نحن اتولدنا مع الاستقلال. الشعب ده والله قرانا وعلمنا ورعانا. انا دائما بقول للشباب والله نحن خلاص بقينا، كنا فاكرين احنا شباب بقينا شيوخ. اي حاجه شفناه، نحن شفنا سودان السمح، اكلنا الاكل السمح، قرينا القرايه السمحه، درسونا المدرسين الكويسين كل نحن شفنا السودان الجميل. ما طمعانين في حاجه ثانيه، لكن نحن بتجاربنا قاعدين ندير معاركنا بسوء أدى. لو فوتنا نحن كجيل بدون اي فروقات سياسيه، انتوا ما تقدروا تديروا حاجاتكم الا اذا اخذتوا تجربتنا، مش بالاقتداء، بالعظة. ولذلك انا بقول لجيلنا ده كله الان الحاكمين اللي قبلهم وكذا، يا جماعه نحن محتاجين اننا نقدم تجربه معافاه لا تفرق بين الناس، يتفقوا على دستور، على قانون، على فكره، على برنامج، على الحد الادنى،
يعبر السودان إلى مرافي الاعتدال، مرافي السلامة. إذا نحن عبرنا صحراء الكراهية إلى معابر السلامة والحب، بعد ذاك التنمية بتجي، العزة بتجي، الاحترام بتجي، بنبقى الدولة الأولى على مستوى القارة، بنبقى الدولة الأولى على مستوى العالم العربي والإسلامي، بنبقى جمهورية السودان، بنبقى الولايات المتحدة السودانية. غير كده نحن أهو شايفين له ده، ما غيره شعب يا جماعة بهذا الكبرياء والتاريخ والأرض والثروات، هم كل الآن قطعة خبز وجرعة دواء، ويا له من حلم مهيب، ويا لها من أمة لا حظ لها أن تقف تحت الشمس. أعوذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا لك رئيس مجلس إدارة قناة أم دمان الأستاذ حسين خوجلي على هذه المداخلة.